بالبدء بسم الله في التقديم والوصف بالرحمن والرحيم. قال محمد بسالم قد شفع نجل محمد بعال قد طبع. أحمده جلك من ابتداني بنعم مالي بها يداني. ثم أصلي وأسلم على محمد وآله ومن تلا. أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأماجد، ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفراق.